مرحبا برج العذراء، أهلا فيك في قراءتك العامة. القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. راح نلقي فيها نظرة أولية إلى وضعك العملي في الوظيفة، المال والأعمال، وحتى الدراسة، ومن ثم الوضع العاطفي بشكل عام، وأيضا الأخبار اللي أنت بانتظارها وتتوقعها إن شاء الله خلال شهر يونيو، شهر 6. القراءة ممكن تكون عكسية خصوصا من ناحية القراءة العاطفية. وأول جانب راح نلقي نظرة إلى وضعك العملي. ما هي طاقتك الحالية؟ أول كرت 5 السيوف. الانتصار دائما يكون له ثمن. الطاقة اللي طالع منها ملك النار. في أشخاص نجحوا أو سينجحون في استفزازك خلال هذا الشهر. أشوف أن الموضوع عندك ابتدأ من شهر 5، احنا مقبلين على شهر 6 وهذا رقم 5. طاقة المستقبل 7، الخماسيات. راح تستثمر او راح تخسر وقت واموال وجهد عندما تضطر انك او تختار انك تواجه هؤلاء الاشخاص. الطاقة اللي راح تحتاجها السيف الاول بالضبط، تقطع الموضوع وتنهيه. عندك هني طاقة جدال، منافسة، طاقة أحد بالي بالك، أحد دوبي بدوبك. عندك هاي النوع من الطاقة. هؤلاء الأشخاص يريدون أن يسحبونك معهم إلى طاقة الجدال، طاقة العراك، طاقة التجادل، المشاكل. يشتتونك عن هدفك الأسمى، لأن أنت هني عندك هدف أكبر متوجه تجاهه. والنتيجة 5، الخماسيات. نعم عزيزي برج العذراء، خلال هذا الشهر خليك مركز في أهدافك الأولية، خليك مركز في الهدف الأول اللي وضعته لنفسك من قبل فترة. سواء تريد أن تصل إلى مثلا جامعة معينة، تريد أن تصل أن تترشح إلى منصب معين تنجح. أنت ماشي أشوفك هنا على درب صحيح. ملك النار درب قوي، ثابت، واثق، وأيضا جذورة قوية. لذلك لأن أنت صاير أعلى منهم بالمستوى كثيرا، وإن كانوا أصحابك وزملائك في العمل وزملائك في الدراسة، هم أشوفهم أشخاص دائما حولك، ولكن شافوا أن الطريقة الوحيدة يسحبونك من القمة، يشتتون تفكيرك عن المهمة اللي أنت متوجه تجاهها، هو أن يدخلون معك في طاقة التنافس، التشتيت. يلفتون انتباهك إلى مواضيع سخيفة، مواضيع تافهة، يجلبون لانتباهك حتى مشاكل مش مستاهلة. يثيرون المشاكل، بالضبط هذه هي الكلمة، يثيرون المشاكل ليشتتون انتباهك عن وضعك الجميل، عن القمة، عن الرحلة اللي انت قاعد تقوم فيها، عن الاتجاه والنجاح اللي متوجه تجاهها. راح ابتدي اوضح الكرتات. اول شيء 5 السيوف، بالضبط 5 السيوف توضحت بخمسة الأغصان، أيضا طاقة تعارك. في شيء سلبي عندك في محيط العمل أو في محيط الدراسة، في محيطك العملي، في شيء سلبي قاعد يصير لهذين الأشخاص. هذين الأشخاص يشوفون أن أنت أعلى منهم، أفضل منهم، متوجه نحو أشياء أجمل في الحياة، فقالوا ما عندنا حل، فلان برج العذراء ليس أفضل منا، ما عندنا حل إلا أن نسحبه معنا في هاي الخناق، في هاي المشكلة، في هاي المواضيع اللي إحنا قاعدين نتجادل بخصوصها. نوضح ملك النار. سبعة الأغصان هي طاقة محيط الدفاع، ليس الهجوم، الدفاع. أنت محتاج دفاعات قوية خلال هذا الشهر، محتاج الصمود. إذا راح تنزل من القمة، انزل لأجل سبب واحد، أن توضح موقفك من الموضوع، أن توضح أن أنت ما راح تخوض معاهم المشاكل اللي قاعدة تصير، ما راح تكون طرف مساهم في النقاشات اللي قاعدة تصير، في الاختلاف. في هني موضوع قاعدين مثلا قاعدة أشوف طاقة يحاولون يقومون بعمل جماعي، مثلا يذهبون كمجموعة إلى الدكتور، إلى المدير، ويثيرون انتباهه لموضوع معين. هذا الموضوع راح يأتي
منه فقط المشاكل، ابتعد عن هؤلاء الأشخاص، ابتعد عن حتى إعطائهم موافقتك أو صوتك في الموضوع اللي يحاولون أن يثيرونه، وإن كان موضوع تافه ليس من مصلحتك. خلينا نوضح سبع الخماسيات. بالضبط، سبع الخماسيات راح تلتفت هذه طاقة المستقبل. إذا قررت أن تخوض معاهم في هاي المعركة، في هاي الموضوع، راح تلتفت أن أنت ابتعدت عن دربك، ابتعدت عن الدرب اللي كان جميل، كنت ما باقي لك شوي. هاي طاقة السبعة، طاقة الانتظار، ما باقي لك شيء وتصل إلى الشيء اللي في بالك، تصل إلى مرادك. كرت العاشقين برج الجوزاء هو دائما أن نحصل على مبتغانا، بالضبط، لا أكثر ولا أقل، نحصل على ما خططنا له من البداية. راح تلتفت انه وين صرت في سبع الخماسيات، صرت في مرحلة لم اقترب من تحقيق هدفي، ولانك وضعت طاقتك، سخرت جهودك، سخرت القمة اللي انت موجود عليها، النضوج اللي وصلت له، القوة، حتى قوة تأثيرك في العمل او في البزنس نفسه، سخرتها في ان تدخل نقاشات، قاعد تبررون، قاعدين تشرحون، تطالبون. اوكي، نوضح السيف الاول. ملك السيوف، بالضبط، ما تحتاج أن تفعله أن تقطع الموضوع، مو بس تدافع. هني الدافع مش عنهم أو عن موقفك، هني ما تسمح أصلا، ستة الأغصان ما تسمح لأي غصن أن يدخل في محيطك، ما تسمح لأي رأي يؤثر عليك، ما تسمح لأي أشخاص يأتون يتكلمون معاك ويقولون لك خلنا نسوي كذا كمجموعة، لا تنضم لهم. هذه طاقة عدم الانضمام، سوف أقف مكاني، ما راح أتنازل، ما راح أتحرك، ما راح أنضم لكم، لأن وضعهم هني أشوفه راح يصير في المستقبل وضع شائك، وضع سلبي، وضع في مشاكل، في مشاكل نهايته، وإن كانت بدايته أو النية بوادر خير، يريدون أن يحصلون على شيء، زيادة في الراتب، انتصار، أوضاع معيشية أفضل، ولكن لا، التغيير هذا راح تكون تأثيراته سلبية. ملك السيوف، نعم اقطع عليهم الموضوع، ولكن ملك السيوف ليس مثل ملكة السيوف. ملكة السيوف تقطع، ما تهتم بالنتائج، دائما مستعدة أن تخوض حرب. ملك السيوف أنضج منها، يعرف أن في طريقة أكثر دبلوماسية للتعامل مع الأمور، في طريقة أكثر حنكة، يستخدم الذكاء، يستخدم الدبلوماسية، لا يستخدم السيف من أجل يقطع الناس، لا، يستخدم السيف من أجل التوجيه، من أجل أن يقول أنا ما عندي وقت، أنا ما أحس أني أقدر أنضم لكم، بطريقة دبلوماسية. محتاج، نعم، أن تقف مكانك، تثبت، ما تنضم لهم، ولكن استخدام الدبلوماسية. السيف هني الأول ليس سيف القطع نفسه، أو سيف أن تحول هؤلاء الأشخاص لأعداء، أو تخليهم يحطونك في بالهم، يحطونك أنت الهدف، يستهدفونك، لا، عليك أن تنهي الموضوع بطريقة هادئة، طريقة دبلوماسية. هذه هي طاقة ملك السيوف. خلنا نشوف آخر كرت. خمسة الخماسيات موضحة بملك الأرض. نعم، تعرف شنو هاي الطاقة تقول لي؟ هؤلاء الأشخاص عندهم قضية، عندهم رغبة، يبون يطالبون بشيء. من سيضعون رئيس؟ انت هنا راح تستانس بالمنصب القيادي اللي يعطونك اياه، ان انت رئيس المطالبة مثلا، انت رئيس المجموعة اللي اذهب تكلم مع المدير، اذهب تكلم مع الموظف، اذهب تكلم مع الاشخاص المعنيين، عشان انت نعتبرك قائد المجموعة، وان كانوا شوي زملائك او اصدقائك، ولكن لا، لا تستانس ولا تفرح بالمنصب القيادي اللي راح يحطونك فيه، ما هو إلا منصب راح يكون عبء عليك، راح يستنزفك، راح تنزل من خمس الخماسيات إلى ملك الأرض. تدري ليش؟ هم اختاروا الشخص الأقوى، يعني مش مدرك لهذا الشيء، الشخص الأقوى اللي مستعد إنه بشجاعة يتكلم، يعبر، يشرح. ولكن ليش أقول لك أنت لا تنضم لهم؟ لأنه وإن كانت الفكرة جيدة في البداية، نتائج الشيء راح تكون عكسية. لما تكون عكسية راح ترجع لمن؟ من المسؤول عن هاي المجموعة؟ من المسؤول اللي اقترح هذه الفكرة؟ هني في أشخاص حتى يبون يطرحون فكرة ويخلونك أنت اللي تقدمها، أنت كأنما أنت اللي تملك حقوق هذه الفكرة. لا، لأن نتائجها راح تكون عكسية، جيدة نظرا
أو نظريا جيدة، ولكن تطبيقها راح يكون سيء. راح تكون مسؤول عن أشخاص هني غير ناضجين، كأنما أنت الأب الروحي لهم، يعني مثل الأطفال راح يتصرفون ويطبقون الفكرة كما الأطفال. عبء هذه فشل هذه الفكرة أو فشل هذه الخطوة راح يقع عليك أنت، فلا تستانس ولا تفرح في المنصب القيادي، ابتعد عن القيادة شوي. خليك مركز في نفسك وفي عملك، لا تتنازل، لا تتزحزح، السيف واضح، اتجاهك خله واضح. خل تركيزك منصب على الأمور اللي أنت دائما مشغول فيها، لا تغير. هذا شهر غير جيد من غير جيد أن تغير فيه، تغير في أسلوبك، طريقتك، أفكارك حتى. لا، خليك ثابت، محتاج الثبات في هذا الشهر. عندنا أيضا سبع الخماسيات تعني طاقة الانتظار، اثبت مكانك هني، مطلوب منك الثبات، الثبات. لا تتحرك، لا تتزحزح، ولا تسمح للضوضاء اللي تأتيك من اليمين واليسار ان تشتتك. اخر كرتين خمس الخماسيات وملك الارض، لانه اذا فشل المشروع قلت لك راح يقع العبء عليك انت، ولكن اذا نجح المشروع ما راح انت اللي تحصل الريورد، ما راح انت تحصل على الثناء، لا. اذا نجحت الفكرة راح انت اللي يقع عليك عبء تنفيذها، راح انت اللي تستنزف طاقة وقتا جهدا، راح تكون جدا مستنزف خلال هذا الشهر اذا قبلت ان تكون جزء من هذه الخطة. ولكن اذا رفضتها راح تكون مركز في طريقك الصحيح. فالنصيحة لك هذا الشهر في الناحية العملية، لا تتشتت، لا تتأرجح، محتاج طاقة السبعة، الانتظار والثبات، وايضا الانفصال، الانفصال عن مخطط هؤلاء الاشخاص. مخططهم رقم 5 غير جيد، 5 5 راح يتفقون عليك انت، راح انت اللي تخسر وتستنزف ماديا. لما يصير اشوف هنا راح تصير في اخطاء في هذا الشيء، في المشروع، في الفكرة، يضعون المسؤولية عليك انت ويتبرون منك. شفت شلون يقولون ابليس يتبرأ من الانسان او من بني ادم عندما فعلا تصير المواجهة؟ نعم، راح يخلونك في الكواليس انت المسؤول، وراح يتبرون منك. انت على الطريق الصحيح، انت في محل قوة حاليا، لا تسمح لأي احد، هذه هي الرسالة، لا تسمح لأي احد ان يأتي ويعتلي ظهرك وعلى جهودك انت يبني نجاحاته، من دون ان تدري، من دون ان تحس. في اشخاص هني نيتهم يبنون نجاحاتهم على ظهرك انت، على حسابك انت. عزيزي برج العذراء، هذه كانت قراءتك في الجانب العملي. راح ننتقل الى الجانب العاطفي. مثل ما عودتكم القراءة العاطفية راح تكون عامة، من دون ان احدد هل هي للمنفصلين او للمرتبطين. برج العذراء، القراءة العاطفية لشهر يونيو، ما الذي يجب أن تتوقعه خلال هذا الشهر مع الشريك أو الحبيب؟ أول كرت 10 السيوف، وإن كان كرت مخيف ولكن هو نذير أشياء مبشرة قادمة لك في الطريق إن شاء الله. 10 السيوف هني يعني انتهاء مرحلة كان فيها الكثير من المشاكل، الزعل، الحزن، وحتى الألم. بداية جديدة، بداية مشرقة. من بعد 10 سيوف تأتي البداية الجديدة اللي بعدها. بالضبط كرت الأحمق أو المشاغب، كرت رقم 0 اللي مستعد للبداية الجديدة. 6 الأكواب، أوكي. أنت مؤشراتك العامة في الحياة تقول لك أنت مستعد للبداية الجديدة، ولكن لحد الآن قلبك متعلق بشخص، قلبك متعلق بشخص. لحد الآن ما اتضحت الأمور معاه، لوين راح توصل، لوين راح تروح. الرؤية هني مش واضحة عندك،
تعبت احتمال أيضا من الانتظار. ملكة الماء، ملكة الأكواب، ولو أن في عروض جديدة عندك فرص. هذا الكرت يقول عندك فرص، في أشخاص ثانيين مقبلين عليك وأنت أيضا مقبل عليهم، في عروض أخرى، ولكن أنت صاير فيكسييتد، صاير عالق أو ثابت، خلاص ثبت على الشخص الأولي. تسع الخماسيات، كأنما أشوفك خلال هذا الشهر ما راح تقبل أي من العروض الجديدة، أي خطوات حتى جديدة باتجاه أشخاص جدد في حياتك. تفضل أن تكون عازبا على أن تنهي الأمور مع شخص من الماضي أو مع شخص لحد الآن الأمور ما انتهت، وإن كانت انتهت من ناحية يمكن التواصل، من ناحية النمو في العلاقة توقفت، ولكن بينك وبين نفسك في قلبك، ستة الأكواب طاقة الماء، في قلبك لحد الآن الموضوع ما انتهى. وإن كنت هنا أشوفك تريد أن تمضي قدما، ولكن في خلال شهر يونيو راح تمضي قدما لوحدك. راح نوضح الكارتات. أول شيء عشرة السيوف، ممكن تكون نهاية علاقة، نهاية طريق بينك وبين الشريك، نهاية حتى خلاف إذا كنتم متزوجين، نهاية خلاف. ملكة الأكواب، لأن كان في هناك اعتذار أو في نوع من في مصالحة، يعني ما أشوف أن هذا الشخص بينه وبين نفسه اختار أن يرحل منك، قاعد مجرد يفكر يخطط متى راح يرجع في حياتك. أنت عارف هذا الشيء، لذلك أنت أيضا بالانتظار، وإن كان هو المخطئ أنت كأنما حاسس بينك وبين نفسك، نعم وهذه هي الطاقة، حاسس أنه يوم من الأيام راح يرجع ويعتذر، لذلك أنت تفضل أن تكون غير مرتبط بأشخاص ثانيين حاليا، أو حتى ما تمضي قدما مع شخص جديد، مع عروض جديدة. العاشقين، بعد المسافة، كرت هنا عندنا الأبراج المائية طبعا، سرطان، حوت، عقرب، عندنا كرت هنا برج الجوزاء، ستة الأكواب، سبعة الأغصان. اوكي، ملكة الأكواب، تسعة الخماسيات مرة أخرى. ستة الأكواب أيضا تكررت مرة أخرى، معناته أن الطاقة جدا واضحة لك. نعم أنت لحد الآن يا برج العذراء تدرك، وصلت إلى حقيقة تدرك فيها أنك محتاج لبداية جديدة، ولكن لشدة تعلقك إما بأمور حصلت في الماضي بينك وبين الشريك مش قادر تنساها، أو تعلقك حتى إذا كنت منفصل عن الشريك، تعلقك بالشريك نفسه مخليك مو قادر أنك تمضي قدما مع شخص جديد. فالخيار الوحيد أمامك اللي راح تختاره خلال هذا الشهر أن تمضي قدما لوحدك. وحاط في بالك هني، أشوفك حاط في بالك أن يوم من الأيام هذا الشخص سيدرك خطأه، سيدرك نتائج أفعاله، لذلك أنت معطيك أنما حيز، عطلنا وقت، عطلنا مسافة عشان يفكر في الأمور لوحده، ينظر إلى أفعاله ونتائج أفعاله، عشان عندك لأن نوع من الأمل، أو متأكد، خلينا نقول متأكد، هذا أنت متأكد أن عندما فعلا يعاين الوضع راح يدرك أنه هو الغلطان، هو الذي قصر. ولكن هني الفول يقول لي أنك احتمال راح تسافر، إما تسافر أو راح تزور أشخاص يعرفون هذا الشريك، يعرفونه أو يعرفون عنه أخبار، راح تسوي زيارة كأنما هي زيارة عادية، ولكن أنت في نيتك أن تأتي بأخبار، أن تعلم ماذا قاعد يحدث مع هذا الشخص، ممكن يكون صديق له، من أهله، من معارفه، راح تقوم بنوع من التدبير، تدبر زيارة عشان تأتي بأخبار هذا الشخص. إذا ما كان زيارة ممكن تكون حتى محادثة هاتفية أو شات،
راح تحاول أن تأتي بأخباره بعد انقطاع العلاقة. إذا كنتم متزوجين راح تحاول أن تأتي بأخبار شريكك، لأن أشوف شوية شريكك صامت. ملكة الأكواب هنا قاعدة تنظر إلى كوبها، تفكر بينها وبين نفسها، لذلك مش قاعدة تتفاعل معك. فإذا كنتم متزوجين الشريك شوية منسحب وصامت، أنت قاعدة تحاول تكتشف ما هو شنو التطورات اللي في حياة شريكي، شنو نيته القادمة، على شنو ناوي. أوكي، إذا في أموال قادمة في الطريق وين راح يحط هذه الأموال. قاعدة تحاول تسأل الأشخاص المقربين منه لتعرف، لأن أشوف هني في ابتعاد، وإن كنتم مرتبطين في ابتعاد شوية أو غموض في هاي الفترة، لأن الشريك منتظر عرض جديد أو بداية جديدة، ففي غموض في ابتعاد عنك أنت، فتحاول أن تعرف أخباره ونيته من الأشخاص المحيطين فيه وبانتظار عودته. ما أدري ليش هني ست الأكواب عندما تكرر، معناته دائما كان في نمط أن تبتعدون، ومهما ابتعدتوا هذا الشريك يرجع لك أو يصير في رجعة. هالمرة قاعد أشوف في القراءة أن الرجعة شوية راح تتأخر، لأن هذا الشخص مقدم على خطوة كبيرة، الانتقال إلى بلد ثاني، الانتقال إلى مرحلة جديدة، الانفصال من شيء قديم، مقبل على مرحلة أو تغيير كبير. فكأنما المرة هذه الرجعة راح تكون شوية مختلفة، راح تطول أكثر من العادة، راح تضطر أنك خلال هذا الشهر تتعلم تكون لوحدك، عندك طاقة الاستقلال، طاقة اللي قاعد هني أنت تفكر المفروض خلاص صار وقت طويل على الانفصال، أنا متعود أن هذا الشريك يتصرف بهذه الطريقة بعد ما تأتي الأموال، أو بعد خلاص ما تمر مدة طويلة على الانفصال، ولكن توقعاتك رح شوية تأخذ وقت أطول بسبب التغييرات أو العرض الجديد اللي آتي الشريك. في عرض جديد هني، الشريك قاعد ينظر، ملكة الأكواب قاعدة تنظر إلى الكوب اللي في يدها. أوكي، فهذه هي قراءتك العاطفية يا برج العذراء. ننتقل إلى الأخبار القادمة في طريقك. إن كنت تنتظر فحوصات معينة، موافقة على وظيفة، قبول، أو حتى الحصول على تأشيرة هجرة، هذا النوع من الأخبار. نشوف ما الذي سيحصل في هاي الموضوع. أول كرت تسعة السيوف. لماذا تتوقع الأسوأ يا برج العذراء؟ نعم، برج العذراء من الأبراج الواقعية، ولكنك شوية محتاج أن تعيش في الهواء، طاقة التمني، طاقة الأحلام، طاقة التفاؤل، تفاؤل للأفضل. عندنا كرت العدالة، كرت برج الميزان، عجلة الحظ، كأنما هني قاعدة تقول يا برج العذراء أنا أعرف أن النتائج أو الرد راح يكون سلبي، راح يكون رفض، راح يكون في مشكلة، وأنا قاعد أجهز نفسي نفسيا من أجل هذا الرفض، ولكن هذا الرفض ليس رفض نهائي. هذا الذي يجب أن تعرفه خلال شهر يونيو، هذا ليس رفض نهائي، توجد طريقة آخر، توجد طريقة أخرى، توجد ثغرة لتحصل على ما تريده من هاي الجهة، في طريقة أخرى، ولكنها ليست طريقة واقعية، هذه هي الطريقة تعتمد على، بالضبط، تعتمد على عدم التنازل وعدم الاستسلام. هني عندك طاقة عدم الاستسلام. الساحر ممكن أيضا تكون طاقته غير عن أن يقوم بكل الحيل، طاقة التلاعب، ولكن مشكلة التلاعب هو تلاعب سلبي. ممكن أنك تقوم بحيل بإبهار، هنا مطلوب منك إبهار الأشخاص، إبهار الأشخاص. مثلا إذا كنت تحاول، عندك صعوبة في الحمل، عندك صعوبة أن يقبلونك أهل الشريك، عندك صعوبة، عليك أن تتبع أسلوب مغاير غير عن أسلوبك اللي الواقعي اللي هني وضحت لك، أسلوب الواقع، أسلوب هذا أنا وهذا هي طبيعتي. لا، محتاج أن تتبع أسلوب
أسلوب الساحر هو أسلوب برج الدلو. برج الدلو عندما يحط في باله أن يبهر أشخاص معينين أو ينجز شيء معين، ينجزه بغض النظر عن المستحيل، ينجزه بغض النظر عن الاحتمالات اللي كلها واقفة أمامه، واقفة ضده. في احتمالات، في أشخاص واقفين ضدك، يحولون بينك وبين الموافقة اللي أنت تريدها. إنزين، هذا الشيء اللي في بالك ما راح تقدر تحصله بالأسلوب الاعتيادي، لازم تتبع أسلوب الإبهار، أسلوب الساحر. تعرف طاقة الشارمينج، لما بسرعة تقدر تخلي الناس يصيرون في يدك مثل العجينة، بسرعة تقدر تخلي الناس يعجبون فيك، يحبونك. هذا اللي أنت محتاجه. أسلوبك الاعتيادي ما راح يحصل لك على الموافقة اللي أنت تنتظرها، لأن في الكثير من الأشخاص اللي واقفين ضدك. وأيضا هني قاعدة أشوف أن مش أول مرة ترفض أو تأتيك النتائج سلبية بخصوص، أو الأخبار سلبية بخصوص هاي الموضوع. حان الوقت عزيزي برج العذراء لاتباع الأسلوب الهوائي، أسلوب الإبهار. أسلوب الإبهار، غير من نفسك، غير من نفسك. مش عيب ان احنا نغير من طاقتنا من اجل ان نحصل على الامور اللي نرغب فيها في الحياة. ودام ان عندك اسلوب، هني اشوف تكرر في اسلوب معين قاعد يتكرر عندك، دام ان هاي الاسلوب ما قاعد يأتي لك بنتائج، حان الوقت للتغيير. حان الوقت ان انت تنهي، هني تغلق اسلوب معين وتدخل في طاقة مختلفة. وراح انظر لك ما هي الرسالة التحذيرية خلال هذا الشهر. ما أدري ليش أحس إن هني الموضوع يخص موضوع زواج. هل أهل الشريك يحاولون أن يقنعونه بشخص ثاني أو يقنعونه بزواج ثاني؟ فأنت محتاج الابتعاد عن الطاقة الواقعية والدخول في طاقة التحايل. أوكي، خلينا نشوف الرسالة التحذيرية لك خلال هذا الشهر. The keeper of the scales، هذا الكرت، هذا الكارت يتكلم لك عن التوازن والاعتدال. كارت برج الميزان. إذا في شخص من برج الميزان، وأتوقع أن في شخص من برج الميزان، إما هو مسؤول عن الموافقة، إما هو مسؤول عن الموضوع اللي أنت تحاول إنجازه، إما هو من أهل الشريك أو اللي لا القرار النهائي بخصوص ارتباطكم. هذا الشخص يجب أن تحذر منه، ولكن ما تبتعد، لأن إذا ابتعدت ما راح تحصل على مرادك. تحذر منه، ولكن في نفس الوقت تعرف تمسك العصا. الساحر هو اللي يمسك العصا، تعرف تمسك العصا معاه من أي زاوية. محتاج تتلاعب، أو سوري مو تتلاعب، محتاج أن تثير فيه جانب غير الجانب الواقعي، تثير فيه جانب اللهو، تثير فيه جانب السعادة، جانب المغامرة، أي جانب ثاني غير عن جانب أنا شخص جاد. ابتعد عن طاقة أنا شخص جاد، لأن هذا أيضا شخص جاد. لما تكلمه بجدية رح يعطيك جدية، رح يعطيك مثل ما أنت تعطي. لما تكلمه بطريقة جافة رح يعطيك أيضا نتيجة جافة. تريد أن تغير في النتيجة، عليك أن تغير في أسلوبك مع هاي الشخص. كل شخص وإن كان جاف، إلا ما يكون له جانب لطيف، جانب ممتع، جانب عفوي. عليك أن تستفز هذا الجانب أو تلعب على هذا الحبل. ابتعد عن الجانب الجد. وأيضا ما هي الطاقة الحيوانية اللي راح تحتاجها خلال هذا الشهر؟ أشوف أيضا أن هذا الشخص اللي مسؤول عن الموافقة اللي أنت تنتظرها، شخص أوقات بينه وبين نفسه يوافق، يتأرجح بين الموافقة والرفض. وإن كنت هني دائما تنظر إلى الرفض، ولكن لحد الآن في احتمال 50-50%، 50-50 أنه هو يوافق، ولكن يجب أن تتبع معاه الأسلوب الصحيح من أجل أن تنال الموافقة. وإن كان في رفض أتاك في السابق، الفرصة القادمة لك فرصة جدا ممتازة في النجاح.
معه أو أن تحصل على موافقته. متأرجح لحد الآن ما قرر بينه وبين نفسه، وإن كانت الأخبار اللي تأتيك إن هي أخبار رب. حاول مرة أخرى وحاول بأسلوب جديد، خلنا نشوف الطاقة الحيوانية لك. نجمة البحر، أتوقع أيضا برج الجوزاء حصل على نفس الكرت. نجمة البحر، نجمة البحر هي بالضبط الطاقة اللي راح تحتاجها، تقريبا مثل طاقة الساحر. شنو قلت لك؟ نجمة البحر عنصرها مائي، دائما تتكلم عن إظهار الجمال، الجمال السطحي. هذه النجمة لا تعرض علينا الجمال الداخلي. خلال هذا الشهر يجب أن تظهر جمالك السطحي، ما راح أقول لك الخارجي، الخارجي والأسلوب الواقعي هو اللي دائما كان يحصل لك على الرفض أو على النتيجة اللي ما تعجبك. محتاج أن تبهر الناس باستخدام حيل، باستخدام شكلك، باستخدام أسلوبك، باستخدام لطافتك، باستخدام الضحك. هذا هو أو هذه هي العناصر اللي لازم تظهرها خلال هذا الشهر. لا تظهر العناصر الجادة. لما نشوف نجمة البحر نشوف مظهرها الخارجي، ما نقدر نشوف شنو اللي في داخل. نيتك خلها بينك وبين نفسك، وأظهر للآخرين الجانب اللي يحبون أن يشوفونه. عنصر النجمة مائي، احتمال جدا أنك تتعامل مع شخص من برج مائي، أو تكون حتى النصيحة لك هي أن تكون في طاقة المياه، الطاقة السلسة. تعرف المياه عندما تنسكب تدخل بين الحجارة، تدخل بين الأماكن، طاقة الانسيابية، المرونة، طاقة اللطافة. عزيزي برج العذراء، هذه كانت قراءتك العامة لشهر يونيو. أتمنى لك كل